اهلا بيكم، معكم احمد عمرو في اكوا تيبس كوم. ايه هي كميه البروتين المثاليه علشان زياده القوه وزياده الحجم العضلي؟ هنثبت كل حاجه بتجارب ودراسات علميه حسب اهدافك، حسب توزيع وجباتك عامل ازاي، وفي اخر الفيديو هقول انا باخد كام جرام بروتين بالظبط وتوزيع وجباتي بيكون عامل ازاي. بنصحك ان انت تتفرج على الفيديو لحد الاخر عشان توصل لك الصوره كامله. قبل ما نبدا يا ريت سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتيك توك، رابط الكلام ده في الشرح، واسمنا على كل المنصات هو نفس الاسم اكوا تيبس. هنرجع بالزمن لورا شويه، القرن اللي فات بالتحديد بعد الحرب العالمية الأولى. العالم كان في ظروف صعبة، ناس لسه خارجة من حرب، كان في أمراض كتيرة منتشرة في الفترة دي نتيجة لنقص بعض العناصر الغذائية نتيجة لسوء التغذية. علشان كده عملوا حاجة اسمها RDA أو Recommended Daily Allowance، يعني حد أدنى لكل عنصر غذائي سواء كان فيتامين أو سواء كان معدن أو سواء كان بروتين أو غيره، فهيحطوا رقم لكل عنصر غذائي. ما ينفعش إن أنت تقل عن الرقم دوت لو عايز تتجنب الامراض اللي ممكن تنتج عن سوء التغذية. فرقم البروتين وفقا للRDA كان 0.8 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن جسمك. يعني ايه الكلام ده بالعربي البسيط؟ يعني لو واحد وزنه 75 كيلو هياخد 60 جرام بروتين في اليوم، ده وفقا للRDA. يعني لو اترجمت بالاكل هيبقى شريحة لحمة مثلا 100 جرام او 150 جرام، ممكن بيضتين كاملين، ممكن نص كوباية زبادي يوناني، كده 60 جرام بروتين. لو صباح الفل انا باكلهم في وجبة واحدة بس، ده هيكون الحد الادنى يعني وفقا للRDA علشان يمنع ان انت تحصل لك اي مشكله صحيه بسبب نقص البروتين. ولكن هي مش الرقم المثالي علشان طبعا تزود الكتله العضليه او تزود القوه العضليه عندك. وعلشان يثبتوا الموضوع دوت عملوا تجربه بالفعل. جابوا مجموعتين من الناس هيتمرنوا لمده 8 اسابيع 3 ايام في الاسبوع. الناس ديت ما بتتمرنش في الوقت الحالي، يعني مريحين من التمرين، بس زمان كانوا بيتمرنوا. السعرات الحراريه اللي هيمشوا عليها هتكون فوق الاحتياج بتاعهم، يعني زي حد بيعمل بالكنج. المجموعه الاولانيه هتستهلك زي الار دي اي اللي هو 0.8 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنهم، والمجموعه الثانيه هتستهلك ضعف الكميه ديت، يعني 1.6 جرام لكل كيلو من وزنهم. في نهايه التجربه بعد 8 اسابيع المجموعتين عملوا تطور، لكن التطور بتاع المجموعه اللي خدت ضعف كميه البروتين كان تقريبا ضعف التطور بتاع المجموعه الثانيه اللي هي مشيت على ال 0.8 جرام بروتين. فعلا الضعف، والارقام هتثبت لك. من ناحيه اللين بادي ماس زادوا الرقم دوت اللي هو 0.7 كيلو، بينما المجموعه الثانيه زادت تقريبا الضعف 1.3 كيلو. اللين بادي ماس اللي هو يعني وزن الجسم من غير دهون، اللي هو وزن العضلات وكثافه العظام وغيره. من ناحيه زياده القوه فالتطور برده كان الضعف. المجموعه اللي خدت بروتين قليل في اخر التجربه وزنهم على البنش بريس زاد 4 كيلو وشويه، بينما المجموعه الثانيه اللي خدت ضعف كميه البروتين بقى 8 كيلو بدل 4 كيلو، يعني ضعف الزياده. نفس الكلام برضو في قياس القوه على الجسم السفلي، قاسوا قوه الليج بريس عندهم والمجموعه اللي خدت بروتين اكتر زادت حوالي 11 كيلو وشويه، المجموعه اللي خدت بروتين اقل زادت بس 6 كيلو وشويه، يعني اولموست الضعف. فوفقا للتجربه ديت 1.6 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك ديت كميه كويسه جدا لو انت عايز تبني قوه وتبني حجم، في نفس الوقت انت السعرات الحراريه بتاعتك اعلى من احتياجك. هنا بيظهر لنا سؤال حلو جدا، طب انا لو زودت كميه البروتين بتاعي الضعف كمان مره، يعني وصلتها مثلا ل 3 جرام لكل كيلو من وزن جسمي ورفعت السعرات الحراريه بتاعتي برضو، هل هزيد ضعف الزياده بتاعت الكميه الاقل اللي هي مثلا 1.6 او 1.8؟ التجربه اتعملت بالفعل، بيقارنوا مجموعه بتاخد 1.8 جرام بروتين ومجموعه ثانيه بتاخد 3 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنهم. وفي اخر التجربه ان التطور كان بسيط جدا، الناس اللي خدت كميه بروتين عاليه قوي كده التطور بتاعهم كان حاجه صغيره قوي مقارنه بالناس اللي خدت 1.6 او 1.8 زي ما احنا موضحين في رسم البياني ده. بناء على كده لو انت معلي السعرات الحراريه بتاعتك 1.6 جرام او 1.8 جرام بروتين من وزن جسمك هيكون كميه كفايه، ملهاش لازمه ان انت تعلي اكتر من كده او مش هيكون ضروري. الجزء اللي بعده بقى في الفيديو هيكون امتى تحتاج فعلا كميه بروتين اكتر من اللي احنا قلناها ديت، والاجابه هتكون لما بتعمل كاتنج او لما تقلل السعرات الحراريه بتاعتك اقل من الاحتياج. لما عملوا تجربه على ناس عايزه تقل الوزن بتاعها، جابوا 40 شخص مستوى الدهون في جسمهم حوالي 24%، والناس ديت ما بيتمرنوش في الوقت الحالي لكن كانوا بيتمرنوا قبل كده، هيعملوا نفس برنامج التمرين بالظبط وهياخدوا نفس السعرات الحراريه، والسعرات الحراريه هتكون بالعجز او اقل من الاحتياج بتاعهم علشان وزنهم ينقص. الفرق بين المجموعتين ان في مجموعه منهم هتاخد 1.2 جرام بروتين لكل كيلو من وزنهم، والمجموعه الثانيه هتاخد 2.4 جرام بروتين لكل
كل كيلو من وزنهم، يعني ضعف كمية البروتين. اخر التجربة على الميزان الاتنين كانوا زي بعض، يعني الاتنين نقصوا 3.5 كيلو من وزنهم، لكن المجموعة اللي خدت بروتين اقل اللين بادي ماس بتاعهم اللي هو وزن جسمهم من غير دهون ما زادش، وفي نفس الوقت برضو ما نقصش، يعني الخسارة كانت كلها دهون. بينما المجموعة اللي خدت 2.4 جرام بروتين او ضعف كمية البروتين عن المجموعة التانية، الناس ديت اللين بادي ماس بتاعها زاد 1.2 كيلو، وخسارة الدهون عندهم برضو كانت اكتر، كانت 4.8 كيلو، يعني خسروا دهون اكتر وبنوا عضلات اكتر علشان خدوا ضعف كمية البروتين. ففي الحالة ديت كمية البروتين العالية عملت فرق. ليه؟ لان الناس ديت عاملين عجز في السعرات الحرارية. فوفقا للتجربتين دول لو حد بيعمل بالكينج، فكمية البروتين اللي ممكن ينتظم عليها هتكون 1.6 ل1.8 جرام بروتين لكل كيلو من جسمه. لو حد بيعمل كاتنج او حد عايز يقلل وزنه، فساعتها كمية البروتين بتاعته يفضل ان هي تكون عالية، بنتكلم من 2.2 لحد 2.4 جرام لكل كيلو من وزنه. ولو حد عايز يعمل مينتننس او مش عايز وزنه لا يزيد ولا ينقص، فكمية البروتين بتاعته ممكن تكون من 1.8 معاك لحد 2.2، يعني بين الريكومنديشنز بتاع البالكينج وبتاع الكاتنج. النقطة اللي بعديها بقى في الفيديو هتكون مهمة جدا، لان انا دلوقتي هلاقي ناس بتصوت لي لو حد مثلا وزنه 130 كيلو او وزنه 140 كيلو، يعني اوبيز او عنده سمنة زيادة، لو هيضرب وزن جسمه في 2.4 هيطلع له رقم خرافي، طبعا هيطلع رقم كبير جدا من البروتين، مستحيل ان هو يعرف ينتظم عليه كل يوم، هيبقى موضوع مزعج جدا وموضوع مكلف جدا. وفي الحقيقة ان هو مش ضروري خالص ان هو ياخد فعلا الكمية دي من البروتين. لو حد اوبيز او حد عنده سمنة، فكمية البروتين اللي هو محتاج ينتظم عليها بتتحسب بناء على الوزن اللي هو عايز يوصل له، مش الوزن اللي هو عليه دلوقتي. يعني هوضحها وهبسطها دلوقتي. لو حد طوله 175 سنتي مثلا ووزنه 140 كيلو، المفروض الراجل دوت لما يخس، يعني الوزن المثالي بتاعه تقريبا هيكون حوالي 80 كيلو، هيشتغل على ال 80 ديت، يعني هيضرب ال 80 في الرقم اللي احنا قلناه اللي هو 2.2 او 2.4، ودي هتبقى كميه البروتين اللي هو محتاجها، مش وزنه اللي هو عليه دلوقتي ولكن الوزن اللي هو عايز يوصل له. بعد كده نقطه الفيديو اللي بعديها اوزع بقى البروتين دوت ازاي على الوجبات بتاعتي. يعني انا دلوقتي حددت انا هلتزم بكام جرام بروتين في اليوم بتاعي، طيب اوزع الجرامات ديت ازاي على مدار اليوم. لما عملوا تجربه عن مجموعتين من الناس هياخدوا نفس كميه البروتين، هتكون 1.5 جرام لكل كيلو من وزنهم، وهياكلوا الكميه ديت على 3 وجبات، فطار وغدا وعشاء. الفرق بين المجموعتين ان في مجموعه هتكون موزع كميه البروتين دي بالتساوي، يعني مثلا 30% من الكميه دي على الفطار، زيها على الغدا، زيها على العشاء، بينما المجموعه الثانيه هتكون ملخبطه الترتيب دوت، بمعنى ان هو هياخد مثلا على الفطار 15% بس، على الغدا 15% بس من احتياجه من البروتين في اليوم، وعلى اخر اليوم خالص او على اخر وجبه هياخد 60% تقريبا من احتياجه في وجبه واحده في اخر اليوم. هيلتزموا على طريقه الاكل ديت لمده 10 او 11 يوم، وبعد كده هيقيسوا للمجموعتين دولت حاجه اسمها نت بروتين بالانس، وهو بالعربي البسيط اتزان البروتين داخل الجسم. بمعنى لو هنبسطها اكتر، الجسم بتاعنا بيمر بعمليتين على مدار اليوم، عمليه اسمها انابوليزم وهي البناء، يعني بيكون انسجه جديده زي مثلا بناء العضلات، وعمليه ثانيه اسمها كاتابوليزم او الهدم، ان هو يعني بيخسر بروتين او بيخسر عضلات او بيسموها بروتين بريك داون. فالنتيجه كانت ايجابيه اكتر وكانت افضل عند الناس اللي هم خدوا البروتين بتاعهم بالتساوي على مدار الوجبات اليوميه. الناس ديت النت بروتين بالانس بتاعهم كان ايجابي، وفي نفس الوقت البروتين بريك داون بتاعهم او تحلل البروتين او فقدان البروتين بتاعهم كان اقل من المجموعه الثانيه. فده هيكون استنتاج حلو ان انت توزع البروتين بتاعك بالتساوي على الوجبات اليوميه بتاعتك، حتى لو كانت الكميه ديت هتعدي 30 جرام مفيش مشكله. النقطه اللي بعديها، هل لو انا تخطيت 30 جرام بروتين في الوجبه بتاعتي هل الموضوع دوت مش صح؟ بالفعل هم عملوا دراسه على الموضوع دوت، مجموعتين من الناس هيستهلكوا نفس مصدر البروتين اللي هو اللين بيف او اللحمه قليله الدهن، بس مجموعه هتستهلك قطعه فيها 40 جرام بروتين لا تقريبا، يعني شريحه لحمه 200 جرام تقريبا، والمجموعه الثانيه هتستهلك كميه اكبر، يعني ضعف الكميه دي تقريبا حوالي 350 جرام، يعني اقل بالضعف بحاجه بسيطه، فهيكون فيها كميه بروتين 70 جرام. وبعد كده هيقيسوا تمثيل البروتين في الجسم عامل ازاي، وهيقيسوا برضو البروتين بريك داون او تحلل البروتين في الجسم كان عامل ازاي. والنتيجه ان الناس اللي خدت بروتين اكتر تمثيل البروتين في جسمهم كان اعلى، والبروتين بريك داون عندهم كان اقل، او فقدان
البروتين او تحلل البروتين عندهم كان اقل. يعني لو انت عديت ال 30 جرام بروتين في الوجبه الواحده مفيش اي مشكله، بل بالعكس ده ممكن كمان يكون مفيد ليك. لازم تبقى عارف ان كميه البروتين اللي انت بتاكلها مش كلها بتروح للانسجه العضليه، 25 او 30% بس هم اللي بيروحوا للانسجه العضليه، الباقي جسمك محتاجهم علشان يعمل وظائف ثانيه حيويه لا حصر لها. جسمك يعني عايز بروتين علشان الجهاز المناعي، وعايز بروتين برضو علشان الجهاز الهضمي، وعايز بروتين علشان كل الخلايا بتاعه جسمك، حتى مواد البناء بتاعه الحمض النووي داخل جسمك اللي هو الدي ان اي والار ان اي، فماده البناء ديت برضو بتكون جايه من الاحماض الامينيه اللي انت بتاخدها من البروتين. فالبروتين ليه وظائف ما تتعدش، ليه وظائف كتيره جدا بعيده عن بناء العضلات. فاي كميه بروتين انت بتاخدها الجسم بيستفيد منها، ولو خدت حاجه زياده الجسم بيخزنها في الامعاء بتاعتك زي ما مكتوب كده، وبعد كده بيطلعها حسب الحاجه، بيديها لجسمك حسب الحاجه بتاعته. فما فيش مشكله خالص لو انت الوجبه بتاعتك هتعدي فيها ال 30 جرام من البروتين، وبرده راعي الدراسه اللي احنا قلناها في الاول ان الوجبات تكون متوزعه بالتساوي، يعني ما تجمعش البروتين بتاعك كله لقشه واحده في وجبه واحده، وفي نفس الوقت مش محتاج ان انت تاكل كل ساعتين او كل ساعه ونص، يعني عادي 3-5 وجبات كل 3-5 ساعات، وكميه البروتين تكون نوعا ما متساويه في كل وجبه، هيعمل لك النتيجه اللي انت عايزها. وفي نهايه الفيديو زي ما وعدتكم انا بوزع البروتين بتاعي ازاي او باخد بروتين من اي مصادر، غالبا في معظم الايام بيكون كالاتي: حوالي 350 جرام من اللحوم الحمراء، كل الاوزان اللي انا بقولها في الفيديو بتكون قبل الطبيخ، يعني قبل ما احضر اللحمه او كده، دول هيكون فيهم حوالي 75 جرام من البروتين، زائد 4 بيضات كاملين، البيضه فيها 6 جرام بس فكده 24 جرام بروتين، سكوب واي بروتين بيكون فيه من 25 ل 30 جرام، زائد كوبايه زبادي يوناني في الاخر بيكون فيها حوالي 20 جرام بروتين، فكده لو انا جمعت الكلام ده كله هيكون حوالي 150 جرام بروتين، ده تقريبا بيكون ضعف وزن جسمي او يعني قريب من ضعف وزن جسمي، وزن جسمي حاليا بين ال 75 وال 77. الكميه ديت باخدها على 3 وجبات، مش على 6 ولا على 7 ولا على اي حاجه من ديت، على 3 وجبات فقط. عدد الوجبات ده بيكون اختيارك، شوف انت محتاج بروتين قد ايه، وشوف الكميات ديت انت حابب توزعها على 3 مرات ولا لا. انا عن نفسي ما عنديش اي مشكله ان انا اخبط 50 او 60 جرام بروتين في الوجبه الواحده، ده بالنسبه لي عادي. في ناس ثانيه لما تاكل الكميه ديت بتحس ان هي مش قادره تتحرك وبطنها وجعاها والهضم فيه مشكله، فالناس دي ممكن التكرار بتاعها يكون اكتر، تعمل 4 أو 5 أو 6، بس غير كده مفيش بصراحه فرق بين الاثنين. بس ما تقلش عن 3 وجبات يفضل، لو هدفك ان انت تبني عضلات وتبني قوه فيفضل، يعني البيئه المثاليه ان انت ما تقلش عن 3 وجبات في اليوم. زي ما عودناكم رابط الدراسات اللي قلناها ديت هتلاقوه في الشرح، ولو حد عايز متابعه اونلاين في الدايت والتمرين يزور موقعنا، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.